بقالي 3 ايام يا جماعه، 3 ايام بدور على الفرخه الشركسيه او الرقبانيه البيضه اللي جنب البطه دي، ومانيش لاقيها خالص 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 خالص. طالع كده يا جماعه بالصدفه، كنت لسه بفطر الطيور واحط لهم العيش، والله العظيم لقيتها واقعه في شر اعمالها. شر اعمالها يا جماعه، وهي دايره تتنطط فوق العشش. كانت فوق العشة دي وانا مصورها لكم، وهي عاملة حاجة حلوة، يعني عاملة حاجة حلوة برضو، وكانت مربوطة في السلك ده. الله اعلم بقى يا جماعة هي مربوطة بقالها 3 ايام ولا كمان. انا كنت بطلع وانزل بسرعة ما بلاقيهاش، المهم ان انا لقيتها فوق العشة وبالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا يا جماعة انا بصور لكم فيديو كده اول ما شفتها، تمام؟ انزلوا بقى يا جماعه كده اعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، لان هقول لكم برضو اللي ما شاء الله خلى الفراغ بتاعتي تبيض بسرعه كده وتبيض معايا كتير. وكمان يا جماعه هنعلف الطيور مع بعض، هننزل نصلي على النبي في تعليق عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه، ونرجع ونشوف بقى، هنروح بقى نشوف الفرخه كانت بتعمل افق العيش. طبعا يا جماعه انا هو كنت لسه طالع على السطح ولقيتها بالمنظر ده بالظبط كده، بشوفها ببص فوق العشه لقيتها كده، كانت راقده ومستكنيزه مستكنيزه يا جماعه، يعني مرتاحه ومربوط عليها الحبل بالشكل ده اهوت، شايفين؟ ولفاها على نفسها، انا بصورها لكم من كل الزوايا، بقول لكم اهوت ان انا كنت لسه طالع بفطر الطيور، لسه بحط لهم العيش والبط اهوت، كنا لسه الصبح حتى ده متصور قبل الفيديوهات الثانيه قبل ما احط لهم الخضره وكده، شايفين؟ حتى انا كنت لسه منظف والله يا جماعه السطح امبارح، ونظفت برضو فوق العشش على قد ما اقدر. هي هيت ما شاء الله، الله اكبر، راقده بتبيض اهي. دي طبعا يا جماعه المفاجاه، اللهم صل على النبي، شايفين البيض بتاعها؟ طبعا انا اتضايقت جدا ان هي مربوطه كده، لان حاسس ان انا ممكن اكون شلت ذنبها، مش عارف هي مربوطه من امتى. انا بحاول اوريها لكم بس الفرخه مش مبطله عند خالص 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 يا جماعه. انا هنا كنت بحاول ان انا افكها لحد افتكر ان انا كنت بفطسها، انا كنت بحاول ان انا افكها يعني، لان انا ماسك التليفون بايد وبحاول ان انا افكها بالايد الثانيه. شايفين يا جماعه مربوطه ازاي؟ داخله لفه السلك حواليها كلها. طبعا انا هنا والله العظيم ما كنتش عارف اعمل ايه، في نفس الوقت عايز اوريها لكم وفي نفس الوقت زعلان جدا عليا، لحد بس يقول لي حرام او كده. انا والله مش بايدي يعني، انا حاولت ان انا افكها، عمال افك فيها اهي، هتتفك الحمد لله. طبعا يا جماعه هي الفراخ البلدي كده شقيه ورخمه، وعلى طول بتطلع فوق العشش وتتنطط بالذات لما تيجي تبيض، وهي ما شاء الله بيضه. طبعا دي يا جماعه فرخه اول مره تبيض بالفراخ، وطبعا انا في تكمله الفيديو بقى بقول لكم يعني وريتهم لكم وقلت لكم عليهم بالتفاصيل، وان هم اللي بيبيضوا وان هم اللي ما بيبيضوش، وازاي تزودوا انتاج البيض عندهم، وبيبيضوا على كام شهر والكلام ده كله. كملوا الفيديو للاخر علشان تشوفوه وتعرفوا كل حاجه. وطبعا يا جماعه العش اهي، وده يا جماعه المكان اللي كانت البطه بتاعت خالتي بيضه فيه قبل كده، ده المكان اللي كانت البطه بتاع خالتي بيضه فيه قبل كده، لان ما شاء الله هو فيه تبن كده وشكله زي ما انتم شايفين كده اهو فوق العشه، وكل الطيور بتبيض فيه، والحمد لله يعني يا جماعه ان احنا بنلاقيهم. وطبعا شايفين ده بط برابر رفيع ازاي، الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله اكبر. كملوا بقى يا جماعه الفيديو للاخر علشان تعرفوا ازاي بنزود انتاج البيض عند الفراخ. طبعا يا جماعه انتوا كده شفتوا الفرخه ما شاء الله، الله اكبر، هي باضت، اللهم صل على النبي، بيضه 3 بيضات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، على 3 ايام وما شاء الله بيضاهم فوق العشه. دي يا جماعه الفراخ اللي انا كنت مربيها معاكم وهي صغيره قد دي كده، انا كنت جايبها كتاكيت قد دي كده، الفرخه اللي هي الشركسيه دي. انا عندي 6 يا جماعه اخوات بعض، الله اكبر. الشركسيه دي يا جماعه بتبيض وما شاء الله الله اكبر، دي برضو، والحمره دي، والشركسيه دي يا جماعه مقربه، وفاضل اللي هي راحت فيها، فاضل واحده صفره، الصفره اللي جوه العشه دي، الصفره اللي جوه العشه دي اهي، اعمل لكم عليها زوم، الصفره دي يا جماعه لسه ما باضتش، وكمان في واحده برضو هنا لسه ما باضتش، بقول لكم دي بتبيض اهي، الشركسيه دي اللي كانت فوق العشه، والحمره اللي جنب الشركسيه دي، واللي هي اللي ورا الديك اللي قدام الديك الرومي دي اهي ما شاء الله الله اكبر. طبعا يا جماعه انا في حاجات بحطها لهم كده، وصفات وحاجات ما شاء الله الله اكبر، بتزود انتاج البيض والله العظيم، وبتخلي الحاجه تحمى معانا بسرعه، ودي مش هقول لكم عليها دلوقتي لان عامل لكم بيها فيديو ولسه ما نزلش. وطبعا يا جماعه ما شاء الله كانوا بيبيضوا هم في الكانون ده اصلا في الشوايه، وعامل لكم فيديو لما لقيت البط في الكانون، بس برضو ما نزلش، انا هنزل ده الاول. الحاجه بقى يا جماعه، الحاجات اللي انا بعملها لهم بصراحه بتزود البيض غير الوصفه اللي انا هقولها على الفيديو، انا بحط لهم شطه على الاكل،
مرتين في الاسبوع بحط لهم شطه على الاكل مرتين في الاسبوع. وطبعا يا جماعه الخضره ثم الخضره ثم الخضره ثم الخضره، يعني الخضره اللي زي كده دي اللي هي الضراوه دي او الحشيش والبرسيم يا جماعه. طبعا لما بيكون في برسيم ما شاء الله بصراحه الحاجات دي بتزود انتاج البيض جامد جدا عند الطيور. وكمان انا بحط لهم عيش يا جماعه وغله، يعني احط لهم غله، الغله اللي هي القمح. القمح برده يا جماعه بيحمل عنقود بصراحه وبيخلي الطيور تبيض كتير. وطبعا يا جماعه اللي بنعمله مع الفراخ هو هو اللي بنعمله مع البط، هو هو اللي بنعمله مع الوز لو احنا عايزين نزود الانتاج اللي هو يعني البيض عند الوز او عند البط. زي ما بنعمل للبط زي ما بنعمل للبط، زي ما بنعمل للوز، زي ما بنعمل للفراخ. ويا جماعه الفرخه اللي كانت بتطفى العشه وهي بقى هي كانت بيضه هنا مكان البطه بتاع خالتي. البطه بتاع خالتي برده كانت بيضه هنا قبل كده في نفس المكان ده اهو بالظبط. وهي يا جماعه كانت ملفوفه في السلك زي ما انتم شايفين كده. انا رامي حاجات كده كتيره فوق العشه، ويعني اي وش كده اي حاجه بتكون على السطح برميها. كانت هي ملفوفه في السلك ده وكان ملفوفه على جناحتها زي ما وريت لكم كده في الفيديو اللي فات. ما شاء الله طبعا يا جماعه انتم شايفين البيض في الفيديو يعني صغير، هو البيض بتاع البلالين بيكون صغير. وطبعا يا جماعه البالونه لما بتيجي تبيض بيبدا عرفها كده يتغير وجسمها يتغير، سبحان الله جسمها بيبدا يعرض كده ويكبر وبيتغير كده، ملامحها بتتغير وشكلها بيتغير. يعني يا جماعه لو جيتوا بصيتوا على الثلاث فرخات دول تحسهم كده فراخ عاتقه على عكس الفرخه اللي هي الصفرة دي، يعني شايفين الصفرة منهم. بس برضو الصفرة ما شاء الله الله اكبر ما قربت بيض. انا عندي من السته الثلاثه دول بس هم اللي بيبيضوا، وعندي دي لسه ما بيضتش، والصفرة لسه ما بيضتش، والحمراء الصغيره خالص ديت لسه ما بيضتش. وزي ما قلت لكم الله اكبر كانوا بيضين في الشوايه دي، كانوا بيضين في الشوايه دي يوم ما كنا طالعينش. والسمك برضو فيديو السمك لسه ما نزلش اهي، هم بيبيضوا فيها الله اكبر يا جماعه. برضو بلاقي فيها على طول يعني بصراحه، بس برضو قابض بلالين بلاقي كل يوم واحده او اتنين على حسب، لان عندي الجوز العتائي دول انا ما عنديش غير فرختان عتقين بس، ما عنديش غير فرختان عتقين هم اللي بيبيضوا. الجوز العتائي يا جماعه عارفين مكانهم وبيبيضوا في العشه اللي هناك ده هي. وانتوا طبعا شايفين ما شاء الله السطح كبير اهو ونظيف فاي حته بيبيضوا فيها. لكن هي الفراخ البلدي كده زي ما قلت لكم هوايتها التنططه والطلوع على العشش، فانتوا ما تقلقوش لو ما لقيتوش يعني الفرخة عندكم والله او اي حاجة، لان قسما بالله يعني الحمد لله احنا عارفين ربنا وانتوا زي عارفين ربنا وبنربي طيورنا وبناكلها بالحلال وبنتعب فيها، فان شاء الله ربنا لا هيضيعنا ولا هيضرنا فيها. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. وطبعا دي يا جماعه مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، حبيت ان انا اوريها لكم واوريكم كده المنظر اللي بجد فاجئني فوق العشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتم في امان الله ورعايته. اي حد عنده سؤال يسيبه تحت في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله يا جماعه الفيديوهات بتاعه زياد انتاج البيض هعمل لكم هتنزل ان شاء الله. وبالنسبه لمعلقه الشطه بتكون معلقه صغيره على 2 كيلو علف، مش علف اللي هو التسمين، لا اي اكل بقى، اي اكل مثلا 2 كيلو عيش مبلولين، 2 كيلو عيش مدشوشين، 2 كيلو ذره، 2 كيلو قمح، اي 2 كيلو خلاص.